وجه الخير. هلا والله وسهلا. قريت مقولة لأحد السلف اسمه عبد الله بن وهب، الله يجعله في الجنة ومسلمين جميعا، يقول له: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة. ملذوذ، كل ملذوذ جمع لذة، كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا لذة العبادة، فإن لها ثلاث لذات. كل ملذوذ، أنت أي شيء من أمور الدنيا مباح، أما الحرام فلذته تنقلب حسرة بعدين ونكد ومشاكل وتعسرات مصايب ما تنتهي. لكن أتكلم عن الحلال، لذة في لذة الدنيا. الكبسة على سبيل المثال، تخم الخضروات كلها وتكشن وتزين وتزبرق وما نعرف إيش، ولذتها وطعمتها وانت طعمها زالت، راحت اللذة انتهت. حد انتم قيسوا على الكبسة اي شيء. قال: كل ملذوذ انما له لذة واحدة الا لذة العبادة، فانها لها ثلاث لذات. صدق ضرسه. لذة العبادة اذا كنت فيها، اللذة الاولى تتلذذ فيها عن الطاعة، ثم إذا تذكرتها اللذة الثانية، اللذة الثالثة، وإذا أعطيت ثوابها. إذا كنت فيها أنت تصلي تتلذذ من آيات الرب سبحانه وتعالى، ثم إذا تذكرتها أي منك صدقت استقتن ولا تفرح بثوابها، تدعو الله عز وجل توسل حتى بصالح عملك. وإذا أعطيت ثوابها للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر فرح عند لقاء رب. هذا مثلها. الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر لعبادة في الدنيا قبل الآخرة سبحانه وتعالى على أعمالهم الصالحة. يحب في قلوبهم الأنس والسعادة والانبساط و الأناسة والرضا. هذه ما يصرفها الدكتور الصيدلي، تروح عند الصيدلي بالله قوة 180 سعادة ولا رضا ولا طمأنينة بما يحدث في العالم من خوف، تحس بروفين. لا، هذه عند الله سبحانه وتعالى، ما هي عند أحد غيره. العمل الصالح له ثواب في الدنيا حتى قبل الآخرة. الله شكور. أنت سمعت؟ استكثر واجتهد، ترى في شيء في الدنيا قبل الآخرة منها هالحاجات هذه.